تعطيل أخضر بكل الخوف وضربة البداية للمنتخب التوغولي. أربع ورقات حمراء عرفها هذا الملعب وثلاثة ضربات جزاء. هذه هي الخطورة لابد المنتخب التونسي أن يأخذ احتياطاته في التعامل مع أرضية ملعب بومبيلا. أسامة الدراجي يتدرج بالكرة مخالفة أولى للمنتخب التونسي. فإن شاء الله اليوم يحقق الكرة اللازمة، كرة مرة على الكرة التوغولية. وليد الأجري استدام لعبد النور، إن شاء الله سلامات لكابتن الدفاع أكيد أيمن عبد النور معاه لا تلف ولا تدور. اليوم حشدنا بعبد النور والهجري وشمام وشادي الأمامي ومعز بن شريفية في إمكانيات الدفاعية لمنتخب تونس للحد من خطورة إيمانويل أديبايور وأي تي جوناتان إلى جانب أي تي فلويد عماه. هذه هي التدخل الأخير كان من أي تي جوناتان، واضحة عملية الاحتكاك بفك اللاعب أيمن عبد النور قلب دفاع نادي تونس الفرنسي. قلنا مشاهدينا الكرام مستجيني أورتيغا المدافع الأيسر، عمليات قصيرة وعرضية للأصفر التوغولي وحذاري في دار الهجري وخطيرة والتوزيع. أستر يا ستار في بداية المشوار، كرة باتجاه أي تي فلويد أما الوافد الجديد في التشكيلة الأساسية للمدرب دي دي سيكس، ومرت بردا وسلاما على نصر قرطاج. مساكني مع المغرب في النسخة الماضية مع النيجر وكذلك مع الجزائر، وهذه كرة سريعة وفي ظهر الدفاع ليس هنالك تسلل، خطورة على المنتخب التونسي. التوزيع وينو خالد مولاي ويلعب بالنار. الترميناتور ايمانويل اديبايور، هفوة قاتلة من خالد المولي، لعب الارتكاز لم يكن بالامتياز. شوف الكرة من المولي يحب الترويض، مش معقول وغير مقبول. يا خالد خلي بالك، رد بالك، امامك اديبايور. امكانيات وجود زهير زوادي كاختيارات اخرى للمدرب سامي ترابلسي، وايمانويل اديبايور امام كل الدفاع التونسي. حذاري كرة في الانترفال وحذاري، ولا هدف اول للمنتخب التوغولي. يعني هدف يقبل الدفاع التونسي، هدف بدائي، هدف بدائي بصراحه. كره بالتليفون بالتليفون بالتليفون، اديبايور يعطي كره بالتليفون وسيرج كابكي يعطي الاسبقيه للكتيبه التوغوليه. 12 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام، المنتخب التوغولي ياخذ الأسبقية أمام أعين المدرب سامي ترابلسي وبفرحة المدرب الفرنسي دي دي سيكس. شوف يعني عبد النور لم يلتفت وراه وجاه طبعا على طول الصاروخ التوغولي بكرة غدارة من اديبايور في التمهيد، وسيرج كابكي بيسارية يغارد الحراسة التونسية للمعز بن شريفية. هدف كان بإمكان بصراحة الدفاع التونسي تجنبه. عبد النور وصول متأخر يا عبد النور، قراءة سيئة لهذا الموضوع. واديبايور الترميناتور يعطي أول ابتسامة لدي دي سيكس. كرة لصابر خليفة، يوسف المساكني يتقدم، يوسف يوسف يحاول المرور، يراوغ يوسف يراوغ ويسدد ضعيفة يوسف المساكني. أعطانا كل الأمان الممكنة في البداية وضاعت الأحلام في النهاية. عندي إحساس مخيب نيش يوسف المساكني ليس جاهز. في النهاية ضيع الكرة اديبايور، هذه الكرة في ظهر الدفاع. وينك يا خليل يا شمام؟ يرجع عبد النور، وينه عبد النور؟ وينه عبد النور؟ وينه عبد النور؟ مش معقول، مش معقول الانحلال الدفاعي، وينه الانضباط الدفاعي؟ عبد النور في المقابل هو اللي غطي. شوف يعني عبد النور لاعب ارتكاز، انضباط مفقود داخل الدفاع، وينهم لاعبين ارتكاز؟ علاش يجبروا عبد النور للتمركز في وسط الميدان؟ غير معقول، مش مقبول نهائي على سامي ترابلس. يلا خليل يحاول، سامر سامر يمر، سامر يوسع، وتدخل في النهاية من جيني أورتيغا أمام وهبي الخزري. ركنية للكتيبة التونسية، مجهود يذكر فيشكر لسامر خليفة، لكن سامر في العادة يكون هو المهاجم الأول داخل منطقة 18.
متابعة من لاعب وسط ميدان خالد شمام، والكرة ضربة جزاء، ضربة جزاء يا وليد يا وليد، 55 عليك وليد العجري مشاهدينا الكرام، ضربة جزاء للنصور، ضربة جزاء للنصور. يا ربي علي وضع الكرة في الشباك، هذه الركنية مررها له وليد، عطاها له وداريني دومبي، يدفع وليد الهجري والحكم الجنوب افريقي دانيال بنات يعطي ضربة جزاء لمنتخب تونس. اجمل سيناريو، لا نريد ان نحكي، لا نريد ان نروي. خالد المولي يا ربي ثبت اقدامه، خالد المولي يحاول المرور، يتعدى خالد، يتقدم المولي، يصور جول، حداله في الشباك، حداله هو المولي في الشباك جباله، رائع التعادل مشاهدينا الكرام، لا الحلاق ولا رضا ولا بقية الجماهير يمكن أن توصف اللي صاير الآن. 1-1 بين توغو وتونس، كرة تونسية في الشباك التوغولية، الآن النجمة والهلال على العال، راية تونس يا سلام في هذه الأوقات حقيقة وليست أوهام، شابوها الرجال وقتيا، لا 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 نريدها نهائيا خيرية، والله لا نريد أن نكون مكان هؤلاء الرجال مهما كانت الأعذار ومهما كانت النتائج، لأنه في النهاية الكل نتوانسة. والأعصاب يا ناس، الأعصاب، خالد المولي يا سلام يعطي الفرحة لبنك كي مع شادي الأمامي، كاب كي حاول التواصل بعملية ثنائية سريعة، أو شادي الأمامي، لا يا شادي، لا يا شادي، عمرك ما تعطي كرة في وسط الميدان، هذه من أبجديات الكرة، أنه لاعب الارتكاز أو في الدفاع كرة جانبية، حتى نتجنب المتاعب يا شادي يهديك ربي. مش معقول، مش معقول، مرة أخرى بسلام، يعني وكأنه مهاجم هدد الصفوف التونسية بتمهيد. معذورين اللاعبين، اللاعب بوسو ترجع عكسية، صعبة، أسامة، دراجي، هجمة تونسية، الدراجي عدها له الدراجي وبالراس وبالخزري، هذه هي الكرات اللي نحبوها، هذه هي الكرات اللي نستناو فيها. اللعب على محور دفاع المنتخب التوغولي، قرار سليم، تسلل وهبي الخزر، مرتدة تراجي، أو عفوا في هذه الكرة كان مجدي تراوي، وفي هذه اللحظة يعلن الحكم جنوب افريقي دانيال بنات مشاهد. كارثة، وكان الهدف الأول منتخب التوغو. طيب، اللاعبون بصدد العودة على أرضية الميدان، منتخب التونسي موجود على أرضية الميدان، كل الشكر خالد حسني من الميكي وقيس يعقوبي. الآن نعود مرة أخرى إلى الزميل روف خليف، تونس التوغو، شوط أول هدف لهدف، فلننتظر الشوط الثاني. روف تفضل. المنتخب التوغولي ساكن الدراجي، كرة على طول لمجدي تراوي، يمين الدفاع للشادي الأمامي، 1-1 كابكي للتوغو في الأسبقية، مولي بضربة جزاء يرجع الكرة التونسية، قلي خليل شمام، دراجي ممتاز الكرة ويمشي صابر، لكن صعيبة بعدت يا صابر، ارجع للوراء خليل، وخليل ما هذا، أوه! الحكم خواف، حكم غير عادي، مش معقول، على بعد مترين الحكم دانيال بنات غمض العينين، إلا الأعمى مشاهدينا الكرام لم يتابع هذه المخالفة، هات الصورة ورونا حقيقة الكرة، أسامة الدراجي مشاهدينا الكرام رجعونا الصورة، غير معقول يا دانيال بنات، الله يسامحك والله يهديك، حرام حرام اللي صار على تونس الآن. شوف الكرة وهذه اللقطة، أوه تدخل والتحام، سوف أترك لكم الحكم مشاهدين الكرام، وينو الكابتن جمال الشريف الله يعينه، هذه الكرة لا عاد
بالفعل ليس هنالك الا الاعمى الذي لا يرى هذه ضربة جزاء. الحكم قال لا، الحكم دانيال بيب. ترجع طويلة باتجاه ايمانويل ديبايور مع عبد النور ورأي لأميو كوملان. وين وليد؟ يا وليد مش معقول، مش معقول يا وليد. هذه هي ما نسميها العب بالنار، والله العب بالنار. وكاد يحرق 11 مليون تونسي في هذا المشوار. غلطة غريبة وعجيبة من وليد، يلعب بجنبك راهو ايمانويل ديبايور، راو تيرميناتور يعني سيب الكرة. ولا لا 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 لا. راو رجعوا يلعبوا بعصابنا، مش معقول. شنو هذا؟ اش قاعد يصير فوق الميدان؟ ضربة جزاء بصراحة، ما فيهاش كلام. يعني الحكم استرجل، يعني الحكم خليها تمشي عادية. شنو هذه؟ حملوا عنقه وطاربيه للدوغو، يعني ما برا الحكم ربي يخليه بصراحة. نقولوها ايش يعمل يعني وليد؟ ما فهمناش ايش يعمل في هذه الكرة. وزاد التيم بلا دفاع الخط فاشل. ايمن عبد النور جاوزته الاحداث، خليل شمام في مهب الريح والدفاع جريح. هات الركنية وان شاء الله ذاك حد البس، ان شاء الله ذاك حد البس. ايه ايه دي دي سيكس ايه. ترع مازال عنا نصف ساعة لعب. فاتكم القطار، فاتكم القطار. منتخب توبو تقسيم الوجه شقول زهير ثوادي بالفعل سيأتي في مكان وهبي الخزري. خروج للاعب باستيا وهبي الخزري، وصول لزهير ثوادي في 61 دقيقة لعب. الزوب اليسارية ان شاء الله يعطينا احلى الاماني التونسية. وهي الكرة في ظهر عبد النور. رد بالك معاك أديبايور بدون فلسفة يا عبد النور، غير معقول. يلعبون كرة سهلة عايش خويا عبد أديبايور. أديبايور أديبايور ويا ستار، استر يا ستار. شفت عبد النور يعني بكرة بدائية كنا نبهنا عليها منذ البداية. كل من ادعى في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك اشياء. عبد النور لابد ان تلعب بالسهل الممتنع عايش خويا. يا اخي في كل مرة هكا اعصابنا تقعد على شمر، يعني تعود الكرة للمنتخب التوغولي اللي استرجع المعنويات. والكرة دائما في ظهر دفاع بعيد. ولد القروان غدار، ولد النادي الافريقي غدار، ولد افيون غدار. دراجي دراجي والحارس كوسي اكاسا. كرة الدراجي لم تدرج الشباك. ترجع تونسية. صابر خليفة، صابر خليفة. وينو خليل في التقاطع؟ صابر صابر يمر ويعطي كرة شمام او اليوسف المساكني. وين المتابعة؟ وين المتابعة يا خليل؟ في هذا الليل كاد ان يأتي كل الويل للدفاع التوغولي. هذه كرة يوسف المساكني، قولي على ارتكاب الاخطاء. هجمة معاكسة لمنتخب التوغو. وين وليد؟ وين عبد النور؟ يا عبد النور رأسية أديبايور. يا ستار يا ستار في هذا المشوار. يا سرية توغولية والرأسية ذهبية. أديبايور يتفوق على أيمن عبد النور بالعذاب. المراوغة وإمكانية التصويب، استماتة الدفاع. وين هي؟ يخرج بسلام. أوه مجد تراوي مخالفة سيد الحكم، مش معقول. لا 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 لا. من أول هنالك مخالفة لصالح المنتخب التونسي. حكم عيني في عينك بصراحة. لا 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 لا، حكم عيني في عينك. ما فماش كلام. يحسب هذا الحكم، يحسب هذا الحكم. هو يعطيونا الصورة منذ البداية. لا لا، اعطيونا الصورة عند البداية مش لما ارتاح. أديبايور
لا 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 غريبة وعجيبة من الحكم الجنوب افريقي دانيال بنت يتلاعب بأعصاب التونسيين. مؤامرة بصراحة مش معقول. هنالك مخالفة لمجدي تراوي قبل هذه صحيح هنالك ضربة جزاء هنا في عملية الجلب الهجري، لكن قبل استلام دي بايار كان مجدي تراوي تدخل عليه أحد اللاعبين التوغوليين، وكان بإمكان الحكم دانيال بنات أن يعطي مخالفة. أمامي دواتي دراجي، دراجي يمر طاهره دراجي صوب دراجي يا سريع من دراجي رائعة. حب يكون غدار وسامة في هذا المشوار بايع هايلة. دراجي وكرة رائعة ويمشي زوائر. وينه زوائر؟ الزوادي مررها له وكرة في مستوى الجزاء. والحكم ماذا يقول؟ ضربة جزاء. يا سلام يا سلام دانيال بنات ولا من أحلام هذه الكرة. أشوف أجمل صورة. شيء كبير يا عمري. احكم بأحكامك دانيال بنات، احكم بأحكامك. المكان مكانك والزمان زمانك. تونس يا الأولاد في موقع، في موقع بعيد كل البعد إلا عن العذاب. هذا الآن كرة ثانية للمنتخب التونسي. دانيال بنات شوف الاعتداء من إيمانويل أديبايار. كرة ذهبية من الذهب الزوادي. وصابر خليفة ما ثماش كيفة. إن شاء الله يعاود هالو خالد المولي يعاود هالو وفي الشباك يحط هالو. صابر المعلم يأتي بركلة جزاء ورقة الدور الربع النهائي. مشاهدينا الكرام الدي دي 6 شعلت فيه النار. هات الكرة هات خلينا نعيش أجمل التفاعلات يا عصام. ادعي يا ربي يا عالي. كوزي أجازا بالورقة الصفراء. دائما أمور نفسية بين خالد المولي والحارس كوزي أجازا اللي نال الإنذار. يتقدم خالد بالتركيز المولي يتقدم وزادت. أوه مش معقول. لا 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 نريد أن نكون مكان 11 مليون يا خالد يا مولي. والله يا فخر الدين مش تقطع المليون. فرصة ذهبية ضاعت على كل الأمة التونسية. كان بإمكان ربما سامي ترابلسي أن يغير المسدد للمنتخب التوغولي. مشاهدينا الكرام الحارس كوسي أجازا على اليمين وكرة المولي على اليسار وضاعت في هذا المشوار. الكل شدينا روسنا على غالب. هذه هي الكرة تؤسي شعوب وتبكيهم وتفرح شعوب. عصام قل ايضا فخر الدين مهاجم ثاني الى جانب صابر خليفة. خروج لمجدي تراوي لاعب ارتكاز متأخر نسبيا هذا القرار. 3 دقائق في وقت ترمى. تفضل خليل شمام. شمام باتجاه فخر الدين بن يوسف. وينه عجيبة وغريبة يا فخر الدين. راك في الدقيقة 90، راك في الدقيقة 90 يا فخر الدين. ضاعت الكرة الذهبية التونسية. غول الحارس غول كوسيا كازا. يلعب العب بسرعة العب بسرعة يا دراجي. عبد النور يا العالي تمشي الكرة من الدراجي. دراجي والكرة جول. لا مش معقول غريبة. لا لا الكرة
الكرة ما تحبناش، الكرة ما تحبناش. لعبت بأعصاب كل التونسيين هذه المباراة مع التوغوليين. شوف يعني وجه لوجه، يعني ما فيهاش كلام. فخر الدين بن يوسف مرتين، مرتين يا فخر الدين، قهرت كل التونسيين في هذه الكورتين. نعم سيدي، النار شعلت فينا أكيد. التوغولي أول مرة يمر على حسابنا. إذا كان الحكم قرر النهاية، وفي هذه اللحظة يعلن الحكم دانيال بنت ويؤهل منتخب التوغو إلى الدور الربع النهائي. وحظ أوفر للكرة التونسية أكيد، ما زال عندنا الكثير.